السلام عليكم. اليوم نعرفكم على أربع ملاعب تم رفع التجميد عنها من طرف الوزارة. إذا نولي إن شاء الله العملية تاع رفع التجميد هذه ستتبعها عملية نتاع الإنشاء تاع الملاعب هذه، واللي كنا درنا عليهم فيديو هذه مدة 4 سنوات، عندما يعني تكلمنا عليهم وقلنا بلي هذه الملاعب هي راهي مجمدة، كان من المفروض يعني انطلاق الأشغال فيها في سنة 2014، لكن الأزمة المالية مرت من هنا، إذن بسبب انخفاض الأسعار تاع البترول وكل الموارد المالية تم تجميد عدة مشاريع، مش غير مشاريع تاع الملاعب، مشاريع كثيرة تم تجميدها، مثلا مشاريع تراموي في عنابة وباتنا وعدة مدن أخرى تم تجميد كل هذه المشاريع. والآن تم حاليا القرار برفع التجميد عن هذه المشاريع يعني بصفة تدريجية، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.